السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائنا على قناتنا من جديد، قناة موجب نيون. رحب بكم أصدقائنا على قناتنا، معاكم أخوكم مهند. اليوم راح نبدأ بفيديو جديد عن لعبة كاسل كراش، واليوم تكملة لخطط الزعماء. إن شاء الله راح نأخذ البقية من الخطط اللي نطيتونا إياها في المنتدى، فلعجل ما نطول عليكم خلونا ننطلق ونبدأ الفيديو الجديد. اليوم يا جماعة متحمس انه اسوي فيديو عن خطط الزعماء وكذا، خاصة انه اشتريت تيشيرت جديد، وتوقعوا اي شخصية موجودة بالتيشيرت حاصد الارواح. خلونا يا جماعة ناخذ اول تعليق معانا الاخ الياس جيمينج، يقول الخطة هي 2 طقس مانا، 1 سهم، 1 سهام حماية، والاخ الاخ الاخ، وبعدين يقول ارجوك ضع خطتي. الصراحة انا راح اخذ الخطة مالته، مو لان انه هو قال ضع خطتي، لكن انا قاعد اخذ بالتسلسل يعني وحدة بعد اللغة. تقول ضع خطتي او ما تقول، صراحة هذه مو مشكلتي، يعني لا ترددون هاي الكلمة. الصراحة افضل لو حاط التعليق يعني كذا بمعلومة او تعليق يعني تشجيعي وكذا، افضل من انه تقول لي ارجوك ضع خطتي. فانا ان شاء الله راح اخذ جميع الخطط، لكن شوية الصبر معنا، خلوني اضبط هاي الخطة وارجع لكم. طيب يا جماعة، مثل ما تشوفون حاليا امامكم هذه هي الخطة، للأسف ما بها رياح، مع انه صراحة حاصد الارواح منورنا من البداية، والصراحة ما ادري الصراحة خليتها بشكل عشوائي كذا وطلع انه حاصد الارواح موجود بالخطة. خلونا يا جماعة نجرب الخطة ونقول يلا بينا. دخل معانا الاخ ديكسر، حياك الله اخويا ديكسر، حظا سعيدا حبيبي. الصراحة كان المفروض هو الامس يكون هي حلقة خطط الزعماء وكذا، لكن الامس دخلت وما لقيت احد الصراحة في، يا جماعة شو القصة؟ جيد، قضينا عليهم كلهم. صراحة دخلت ولقيت 2 معانا فقط في القبيلة، وهذا الشيء صراحة كان شيء سيء انه بس 2 موجودين، فلذاك قررت انه الغي فقرة واخليها على يوم اخر. طيب 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 طيب، لحظة 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 كذا، يلا زين، ف خلينا نحط هذا حاصد الارواح. جيد، اعطى كذا، احسنت. اللي نحتاج صراحة حطه هنا كذا، يا الله. طيب يا جماعة خلونا نضبط، نحاول انه نضبط امورنا، نحاول نضبط الامور احسن. تقدم، لا 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 لا، يس يا جماعة، صراحة تقدم جيد، تقدم جيد، يا الله حاصد الارواح ما حصل فرصة بالضرب. اشكرك اخويا دكسر على المواجهة الرائعة، واشكر اخويا الياس جيمينج على الخطة، وصراحة توفقنا بها رغم انه ما بها هواء. خلونا ننتقل يا جماعة على الخطة اللي بعدها. طيب يا جماعة معانا التعليق التالي من اخونا ليفاد احمد، يقول ارجوك ما نتجرب خطتي، انا اول مرة اضع خطة في التعليقات، بسم الله نبدأ الخطة. فيقول 2 رياح، 2 محارب، 2 سهام، 2 حاصد، من و2 من محارب الاورك، والى اخر نار وشيطان. صراحة كذا خطط انا اعتبرها خطط ممتازة جدا جدا، لان تعتمد على التشابه، يعني 2 ب2 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 راح تكون الاوراق اللي تجيك بشكل سريع اللي انت تحتاجها، يعني اللي انت مضبطها كذا، فاهمين كيف؟ ايضا كذا خطط راح تعتمد على الاوراق اللي ما هي اسطورية، يعني اوراق غير اسطورية وكذا، ففقط اوراق عادية، فهي تنفع للاشخاص اللي يحتاجون خطط بدون اوراق اسطورية. خلونا نضبط الخطة ونرجع لكم يا جماعة. طيب يا جماعة مثل ما تشوفون حاليا هذه هي الخطة امامكم، ان شاء الله تضبط معانا، خلونا نجربها، يلا بينا خلنا ننطلق. طيب دخل معانا الاخ اسامة، اوكي حظا سعيدا حبيبي. طيب يا جماعة أسامة أوكي صراحة عنده خطط، أنا شفت خطط عنده في التعليقات، لكن مع ذلك هو دخل معنا وشارك، فحيا الله. حاليا تقريبا شوية صعب أني أوصل إلى يا جماعة، مشكلة كيف حاليا راح أجيبه. خلونا نتقدم كذا يا جماعة. طيب طيب ما هي مشكلة، جيد 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 جيد. شوف يا جماعة كيف راح ألعبها كذا، يا الله يا الله، خلاص ما ضبطت الصراحة. الصراحة كنت أتمنى أنه تضبط لكن ما ضبطت، فما هي مشكلة، خلونا نتقدم كذا.
طيب يا جماعة، طيب خلونا نتقدم. يا الله وش هذا يا جماعة؟ يا جماعة نحتاج اثنين هواء. اثنين هواء كيف؟ اثنين نار يا جماعة. يس قدرنا كذا نقضي عليه. جيد تقدم جيد حاليا. طيب يا جماعة، تقدم جيد. وصراحة هذا العصفور راح يزعجني جدا جدا صراحة. يلا عطه. جيد. صراحة شوية صعبة المعركة، لأن يعني ما متعود أنا صراحة على كذا خطة، فراح ألاقيها شوية بها صعوبة. نتمنى أني أقدر أضبطها يا جماعة، يا جماعة أحتاج شيء أحطه أمام هذا حاصد الأرواح. أيوة كذا. يا الله على الحظ النحس، المهم يا جماعة أشكرك أخويا أسامة أوكي على المباراة الرائعة، وأشكرك أخويا ليفاد أحمد على الخطة. صراحة كانت الخطة تنفع لولا أنه الخصم كان يستخدم هذا اللي يعيد الأرواح، صراحة ما نعرف اسمه، نسيت اسمه حاليا، فكان صراحة مزعج جدا جدا صراحة، خاصة انه طار العنقاء خرب علينا كثير من الامور. فجزاكم الله خير على الخطة وكذا. خلونا ننتقل الى الخطة اللي بعدها. طيب يا جماعة معنا الاخ بلال جيمر، يقول انا بلال احبك كثيرا، خطتي هي 1 رياح 2 طقس مانا الاخ 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 وفقط كذا، ما عنده تعليق اضافي. فاشكرك اخوي على الخطة، ان شاء الله راح نجربها، واني احبكم جميعا جميعا، كلكم نفر نفر. طيب يا جماعة خلوني اضبط هاي الخطة وارجع لكم. طيب يا جماعة مثل ما تشوفون حاليا هذه هي الخطة اللي اعطانا يا اخوينا. صراحة شوية راح تصير ثقيلة، راح تكون الخطة ثقيلة جدا، لان مثل ما تشوفون 12 مانا 10 مانا 9 مانا، وهنا البقية هي 6 و4 كذا، يعني فاتوقع راح تكون الخطة ثقيلة جدا جدا. يا رب انه تضبط معانا، خلوكم ويانا خلونا نجربها، يلا بينا. طيب حياك الله اخونا مصطفى، حظا سعيدا. طبعا دائما انا اقول حظا سعيدا وكذا، قاعد تلاحظون انه العدو ما قاعد يقول لي حظا سعيدا. الجماعة يعني من يدخلون متأكدين انهم راح يفوزون وكذا، فحتى ما يقولوا لي حظا سعيدا. فخلونا نشوفهم العين الحمراء. اتمنى تكون انه هاي الخطة يعني ما تفشلنا، ونقدر انه ننتصر وناخذ الفوز من عنده. فخلونا نشوف يا جماعة. لا 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 والله ما ينفع كذا، يا الله ضاعت علي انا يا جماعة، والله رميت الهواء على اللي فوق. طيب ما هي مشكلة، خلوكم كذا. يا الله ضيعنا. طيب خلونا نركز يا جماعة، خلونا نركز ونحاول انه نوصل يا جماعة، اهم شيء انه ذب النار. خلينا نتقدم. يا حلاته يا محلاته، يا الله بسم الله على هذا القصف الفظيع. طيب هو هذا اللي كانت ناقصة صراحة، هي دي اللي كانت ناقصة. طيب ما هي مشكلة، عطنا كذا نخلص من التنين. طيب خلونا نركز يا جماعة، لان الصراحة مصطفى يعني من الاشخاص اللي خططهم الصراحة تكون يعني مضبوطة وكذا، ف يعني شوية تخاف من عنده صراحة. فيا رب انه تضبط معانا، ما نضيع يا جماعة، اهم شيء ما نضيع يا جماعة، ما ينفع انه نخسر. خلونا نتقدم اكثر. اوه
طيب تقدم. اوه يا جماعة جتنا قصفة، جانا نيزك صراحة، مو نيزك يعني، لكن يعني كمبالغة قلنا نيزك، لكن هو يعني جانا من فوق صاعقة ذبتنا صراحة في خبر كان، لكن الحمد لله قدرنا انه نتقدم ونخلص من عده. يعني الفارس الاسود الصراحة صدق هو يعني اكلها بجسمه وكذا، لكن قدرنا يعني نخلص من عده. يا الله جانا جتنا ضربة، جاتنا ضربة اللخ. يا الله يا الله لا تجينا هاي شو اسمها العصفورة، ملاك الظلام. اذا نزلنا ملاك الظلام جيد خلاص قدرنا نفوز، لعبته بشكل جيد. طيب اشكرك اخوي مصطفى على المباراة، واشكر اخونا العزيز بلال جيمر على الخطة. صراحة الخطة عجبتني جدا جدا، وبعد ما استخدمتها وكذا صراحة اقتنعت انه هي خطة جيدة، فجزاك الله خير على هذه الخطة. خلونا ننتقل للخطة اللي بعدها. طيب يا جماعة معنا الاخ محمد كاسل كراش يقول 2 طقس مانا 2 بلورة ضافية الاخ الاخ الاخ، بعدين يقول ارجوك 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 بالثلاثة تاخذ تشكيلي ارجوك. صارت اربعة. طيب يا جماعة الصراحة خلاص اخذنا التشكيلة مالته، وصراحة ما يحتاج انه تكتب لي كذا يعني ارجوك ارجوك وكذا، خلاص انا قاعد اخذ بالسرة، فاي تشكيلة اخذها راح اعطيه قلب لاجل انه ما تتكرر يعني بالحلقات اللي راح تجي، فاهمين كيف؟ فالشخص اللي احط له قلب يعني خلاص اخذت الخطة مالته، ومن اجي اعمل فيديو جديد راح ابدي بالسرة يعني اشوف اللي تحته والتحته والتحته كذا، فلأجل انه خلاص ما اظلم اي احد. فخلوني يا جماعة اضبط التشكيلة وارجع لكم. مثل ما تشوفون يا جماعة هذه هي تشكيلة خوينا، فخلونا يا رب انه تضبط معانا، خلونا ننطلق. طيب دخل معانا اخونا ديكسر، اتوقع هاي المرة الثانية راح يدخل معانا، فحياك الله اخويا ديكسر من جديد. خلونا نجرب الخطة معاه يعني كذا راح نسوي حركات. بالاول خسرنا والمر يا الله والله ان انحطت بالمكان الخطأ، لكن خلاص ما هي مشكلة يعني بعدنا احنا بالبداية وكذا ما هي مشكلة صراحة. يلا يا حبيبي. طيب عطنا كذا نتقدم. يا الله على الحظ النحس. لحظة كذا كذا جيد صراحة ضبطنا هسه حاليا تضبيطة جيدة، ما عدا انه راح يطلع لنا الساحرة السوداء وتاخذ لنا الاول والتالي مثل ما قلت لكم. سبحان الله صارت مثل ما قلت لكم. ايضا الصراحة ما عدنا اي شيء نقدر نضبط هسه. خلاص صراحة يعني كنا نعرف هذا اللي راح يصير. طيب جيد. يا الله راح من عندنا كل شيء خلاص. خلونا ننتظر البطاقة الأخيرة. صراحة كان الأفضل إنه يحط لنا يا حبيبي. صراحة خلاص ضعنا. يلا يا جماعة. يا الله يا الله. مالنا غيرك يا الله. خلاص والله عرفت راح تجينا صاعقة من فوق يا الله. خلاص الصراحة ما عندنا اي طريق للفوز، ما عندنا اي مجال للفوز يا جماعة خلاص. هكذا يا جماعة. شكرا حبيبي شكرا حظا سعيدا. اشكر يا جماعة اشكر اخونا محمد كاسل كراش، واشكر اخونا ديكسر من جديد على هذه المباراة الرائعة. والصراحة يعني كانت ناقص هاي الخطة فقط انه يحط الصاعقة، المفروض كان المفروض في صاعقة او نار لاجل انه نقضي على الساحرة السوداء عندما تظهر. طيب يا جماعة حاليا نكتفي بهذا القدر من الخطط ومن المواجهات. اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم يا جماعة، اذا عجبك الفيديو ضع اللايك، ما عجبك الفيديو ضع الديسلايك، واهم شيء اهم شيء شنو رايكم الصراحة بالتيشيرت هذا، منور الصراحة حاصد الارواح. اذا عجبك التيشيرت فخبرني الصراحة انا راح اقرا التعليقات وكذا. هذا اللي كان عندنا اليوم يا جماعة،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لتجنب مرض كورونا ننصحك باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايبو، لايكو، كومنتو، واغسل يديك قبل الأكل وبعدها، ولا تنسى تشيك على باقي الفيديوهات.